دلوقتي يا جماعه الاسانسير اهو، بسم الله ما شاء الله، هنخش شقتنا. الغرفه الاولى طبعا ده المدخل. المطبخ، الشقة غرفتين وصالة، حمام ومطبخ وبلكونة. ديت الصالة. البلكونة. شوفوا كده المنظر الجميل ده. أول حاجة ده المسجد، تخرجوا على طول دقيقة مشي أو حتى نص دقيقة مشي في المسجد هنا. ده المركز اللي فيه البنوك. بصوا الشارع ده، بصوا كده الشارع ده كله كده 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 في البنوك، كل البنوك بسم الله ما شاء الله. هناك هنا مول جواهر، واحد في شيشلي والتاني هنا في السلطان ايوب، تتمشى له ماشي. المترو هنا جنبيكو ما شاء الله. انتوا هنا في المركز، ومحط الاتوبيس هنا تحتكو على طول. شوفوا كده وبتبصوا على المنظر الجميل ده والخضار اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كل اسطنبول، كل اسطنبول ما شاء الله، وطبعا الخضار كمان. وطبعا دي الدفاية. الغرفة الثانية. وبرضه بص على المنظر، ميزتها انكم ما شاء الله مفيش حد قصادكم من الجيران بيبص عليكم ولا كاشفكم، يعني في خصوصية تامة. دلوقتي نشوف الحمام. الحمام اهو. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقق ديت بسم الله ما شاء الله مساحتها 85 متر، وزي ما انتم شايفين كده بتبص على كل اسطنبول، وسبع دقايق او خمس دقايق لمحطة المترو مشيا. والبنوك هنا جنب البنك على طول، جنب البنوك هنا على طول محطة المترو. زائد انكم بتنزلوا من الشقة على طول بتلاقوا السوبر ماركتات والمطاعم وكل حاجة، لانكم انتوا هنا في المركز. طيب الاسعار عامله كام؟ عامله 500، بتبدا من 530 الف ليره لغايه 600 الف ليره، يعني بتبدا من تحت لغايه فوق. ليه الاسعار الادوار العليا؟ علشان بتبص على المنظر الجميل ده. واسانسير فيه ما شاء الله، اسانسير يعني كل حاجه. دي تعتبر فرصه من الفرص بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. وعلى فكره الناس مثلا اللي عايزين ياخدوا شقه او شقتين لعيلتهم، مثلا في عيله تقول انا عايزه اخد انا وعيلتي او انا واصدقائي، تقدروا بسم الله ما شاء الله تاخدوا في نفس البناء، وهنكون معاكم باذن الله في كل خطوه. شكرا جزيلا وبنحبكم جدا. النقطه الثانيه، المعلومه، المكان ده العماره ديت قدام مول جواهر اللي انا وريته لكم من شويه دلوقتي. بس اشوفكم قريب، وكمان من هنا للفاتح 10 دقائق. شكرا جزيلا، ونشوفكم قريب في تركيا إن شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. البناء هو يا جماعة بسم الله ما شاء الله.
على شمالي ناس قاعدين، على اليمين بصوا كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. وسور خاص بيكم حراسة، وتعتبر الأسعار فرصة كبيرة جدا. وبتقعدوا في المجمع بتاعكم، شايفين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي والأستاذ ظافر زميل التركي اللي ساعدونا في أن نشتري شقة في إسطنبول خلال مدة قياسية، خلال يومين فقط تمكننا من الحصول على الطابو. كانوا مثالا للإخلاص والتفاني في العمل، ونقدم لهم الشكر الجزيل مرة أخرى. وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين، نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المال، يبحث عن أهم شيء، يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا علي، راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة. والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا، أنا صرت ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريك التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول،
كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات زين. لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفس الميجات اللي جت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة أخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف عليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ لي.
وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلنا على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على العمليه. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم ليه. كويس، بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم
وهنكون في كتفكم ان شاء الله وتطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.